أهلا أعزائي المشاهدين، يسرني أن أستضيف إلى برنامج ليكن نور أخ معروف لدى الكثيرين. هو خادم متجول، وهو أيضا خدم عدة مرات مع هذا البرنامج ليكن نور، وبتشوفوه كمان في برامج متعددة على القنوات الفضائية، القنوات المسيحية. أهلا وسهلا أخ إليا كورولوس. أهلا بك أخ نزار، فرحان كثير أكون معك في البرنامج الرائع. هذا شرف كبير لنا. اليوم اخترنا موضوع الحلقة المسيح رئيس الكهنة. وتعرف أنا عادة بسأل المتكلم هل الرب شغلك في موضوع معين، والرب شغلك في هذا الموضوع. ممكن قبل ما أبتدئ بالأسئلة، ليه انشغلت بهذا الموضوع بالتحديد؟ حقيقة أنا مشغول بالأمر دوت الأيام ديت، لأنه تفكير كتير من المؤمنين أخ نزار أنه بيقف تفكيرهم عن عمل المسيح إما في الكريسماس، المسيح اللي تجسد وتولد، أو بموته على الصليب وفدانا، وده شيء رائع، أو ينتهي التفكير تماما عند المسيح الذي مات وقام فقط. لكن ماذا يفعل المسيح الآن؟ أين المسيح الآن؟ ما هو أهمية وجود المسيح في السماء الآن؟ ده أمر مغفل تماما عند كثيرين من المؤمنين. عشان كده شغلنا الرب أتكلم النهاردة عن وجود المسيح في السماء ويعمل عمل عظيم كرئيس الكهنة.